يوم بعد آخر يترقب الشارع العراقي مباحثات الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، علها تصل بجميع الأطراف السياسية إلى قرار يقضي بتسريع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي معها معلقة الكثير من الأمنيات والحقوق الخاصة بالفرد العراقي، أبرزها هي الحقوق الخدمية. أتمنى أن تتحقق المطالب اللي عجزت عن تنفيذها الحكومات السابقة بالدورات السابقة. مواطن شي يريد؟ مواطن يريد خدمات، يريد توفير فرص عمل، يريد يعني أنه يكون مواطن يرتقي بمصافي الدول، خلي ما نقول متقدمة، بمصافي الدول المتجاورة. لا تقتصر المطالب والأمنيات فقط بالجانب الخدمي، بل لهذه المرأة العراقية أمنية لا تقدر بثمن لديها، ألا وهي معرفة مصير ولدها الذي فقد أثره ضمن أحداث واقعة سبايكر، خصوصا أنها تلقت اتصالات تفيد بأنه لا يزال على قيد الحياة وهو قريب من العاصمة بغداد. قضية سبايكر صار 4 سنوات ما نعرف بي وين ما وين. أي آخر خبر الساعة 11 طب سيطرة بغداد، طلع من سامر وصل سيطرة بغداد، قال خابرنا شخصيا والذبذبة مالته يعني واصل سيطرة التاجي، البوابة مالت التاجي. أما الشاب علي فهو أحد خريجي الاختصاصات العلمية، اضطر أن يعمل في سلك القوات الأمنية بعد أن يأس من الحصول على درجة وظيفية ضمن اختصاصه، فكانت أمنياته أن تعالج الحكومة القادمة هذه الإشكاليات. تعيينات تكون لضمن الاختصاصات اللي يعني اللي للخريجين، يعني تلقاه بكالوريوس إدارة أعمال تلقاه شرطي، أو تلقاه تربية تلقاه منتسب في وزارة الداخلية، يكون كل من ضمن اختصاص. يشار إلى أن الكتل السياسية الفائزة بدأت تحركاتها التفاوضية فيما بينها بشأن الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا وأن البلاد يشهد العديد من التظاهرات المطالبة بالحقوق الدستورية. من بغداد، كرار الزيادي، WTV.